السنة دي اللي حصل ان لا مصر اتأثرت بشكل كبير جدا بالموجات الحر، فلو شفنا شهر يونيو هذا العام وقارناه بالسنين اللي فاتت فكانت الايام اللي بتعدي فيها درجة الحرارة 37 درجة على القاهرة كانت السنين اللي فاتت تتراوح من 4 لـ5 ايام. 2021 زادت شوية وصلت لـ8 ايام، السنة دي وصلت لـ23 يوم في شهر يونيو اللي فات درجة حرارة أعلى من 37 أو أعلى من 37، 38 40 فوق ال 40 درجة حرارة أعلى. فبالتالي ده يعني ده رقم كبير جدا، التطور السريع لعدد الأيام اللي علاقة طبعا زي ما قلتي بالظواهر المناخية والتغيرات المناخية. ده حقيقي، ده احنا بنسميه الاكستريم ويزر بقى، مش موجة حرة عادية. الموجة الحارة اللي بتقعد 3 4 أيام بتكون فيها درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات، لكن لما نوصل لأن في عدد الأيام أعلى من المعدل 23 يوم في شهر واحد اللي هو 30 يوم، ده معناه الاكستريم اكستريم ويزر بقى، الطقس المتطرف. فده بقى نقطة لازم ناخد بالنا منها. لو خدنا أسوان، أسوان عدد الأيام اللي كانت فوق ال 45 أو 45 كانت حوالي 3 4 أيام السنين اللي فاتت، السنة دي وصلت 18 يوم. اللي هو في العادي احنا بنبقى عارفين إن أسوان درجات الحرارة فيها بتبقى عالية جدا، لكن عشان السنة دي موقعها سجلت أرقام قياسية، ولكن دلوقتي الحرارة فيها بقت أعلى من أعلى المعدل الطبيعي. سجلت يعني أرقام قياسية السنة دي في شهر يونيو يومين 6 و7، يوم 6 سجلت 49.6، ده كان اعلى درجه حراره على مستوى العالم. تاني يوم يوم 7 سجلت 50.9، وده اول مره يحصل في تاريخ البيانات المناخيه في مصر. طب يا دكتور احنا دلوقتي احنا خلاص تاقلمنا على ان الصيف ده هو الصيف الساخن على الاطلاق، فلكن هل احنا عندنا اي معلومات بتقول عن الصيف اللي بعده؟ يعني ده على الاطلاق ودي شيء شايفين درجات الحراره عامله ازاي، فايه اللي ممكن نشوفه الصيف الجاي؟ ما نقدرش نقول بالظبط بالتحديد، لكن بنقدر نعمل تنبؤات فصليه، دي بتكون قبلها بـ3 شهور. في تنبؤات بتكون طويله المدى نقدر من خلال بقى الظواهر المناخيه، ان احنا كنا بنتاثر بالنينيو، بدانا ندخل في اللانينا، فالمفروض ان معاها يكون في انخفاض في الحراره، بس زي ما وضحت في البدايه انه انخفاض عالمي يعني على مستوى العالم، وارد ان مصر تتاثر بيه وارد لا، يعني مش كل الدول بيحصل معاها انخفاض في درجات الحراره.